تحت رعاية جلالة الملك المفدى واهتمام ومتابعة سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجلي سمو ولي العهد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر تستضيف مملكة البحرين المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للجواد العربي وهو خلال الفترة من الخامس وحتى السادس عشر من شهر فبراير الجاري وهو الحدث الأهم والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة حيث ستنعقد العديد من الاجتماعات الرسمية الهامة من أبرزها اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة العالم للجواد العربي بالإضافة إلى اجتماع الجمعية التنفيذية للمنظمة والاجتماعات التنسيقية الأخرى ذات العلاقة والتي تعنى بمناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال فيما يتعلق بنشاطات المنظمة حول العالم. هذا وقد اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفه نجل سمو ولي العهد رئيس اللجنه المنظمه العليا للمؤتمر على اهميه اقامه المؤتمر في مملكه البحرين باعتبارها واحده من اهم اقطار المنطقه التي تعنى للاهتمام بالخيول العربيه الاصيله، مؤكدا أن, ان ثقه المنظمه العالميه بالبحرين تجسد المكانه الكبيره للمملكه على هذا الصعيد، ويعزز من السمعه العطره التي باتت تحظى بها على الدوام. ووجه اسم الشيخ عيسى بن سلمان بضروره انجاح الحدث المهم واخراجه بالصوره التي تليق بالمملكه في استضافه اهم الاحداث والمحافل الرياضيه وذلك تنفيذا لتوجيهات القياده الرشيده باهميه الدور الكبير للبحرين في صياغه مفردات المنظمات الرياضيه العالميه حيث تعتبر المنظمه من كبرى الجهات التي تشرف على الجياد العربيه الاصيله ولها الباع الطويل في هذا المجال. وقال سموه نامل ان تخرج اجتماعات المؤتمر بالعديد من المشاريع والرؤى التي تخدم هذا القطاع الحيوي في المنطقه ونسعى من خلال الاستضافه الى تجسيد الدور الريادي للبحرين في المنظمه وتسخير الجهود مع تلك المبذوله من قبل المنظمه للوصول الى قاعده صلبه ومشتركه للاهتمام بالجياد العربيه الاصيله واضاف سموه نتطلع الى تحقيق اهم المكتسبات المرجوه من استضافه المؤتمر الذي يحظى باهتمام ودعم خاص من القياده الرشيده حيث تعتبر البحرين في طليعه الدول التي تتوفر بها الجياد العربيه الاصيله وهذا ما يدعم جهود المنظمه الرائده وتجسد ذلك باقامه المؤتمر في المنامه وسط اهتمام دولي واسع النطاق وجدد اسمه الشكر والتقدير لاعضاء المنظمه على جهودهم الكبيره في دعم الجياد العربيه وزياده انتشارها في المنطقه من خلال الاجراءات الدقيقه التي تتخذها في سبيل ذلك. مشيدا في الوقت ذاته بدورها الكبير في وضع دستور ولوائح تقنن من عمليه تنظيم العلاقه بين الدول الاعضاء وصولا الى الانتشار الكبير الذي وصل الى مختلف دول العالم.